بعث معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقية تعزية ومواساة لأخيه معالي السيد أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي أعرب معاليه في البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز وخدمة بلاده وشعبه داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أسرة الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان أشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع خسرت بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما وقام إنسانيا وأميرا عظيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ونصرة قضايا العادلة مستذكرا معالي الجهود الكبيرة والدور البارز لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشكل شقيقتها دولة الكويت